منظمة الكشاف الجوال تطفئ شمعتها 16 وتستذكر في هذا الحفل 16 سنة من المحطات المتجددة في خدمة المجتمع المدني. وقفة حاسمة ذات أبعاد موضوعية لتحقيق مجموعة من الإنجازات والبرامج الكبرى الناجحة التي حققناها على مدى هذه السنين. التظاهرة تضمنت فقرات فنية ومتنوعة وشهادات لرواد العمل الكشفي، وتميزت بتكريم الأستاذ مولاي إسماعيل العلوي الرئيس الشرفي للمنظمة. أظن أن الرصيد هذا الكشاف لمدة أزيد من عقد من الزمن أو عقد ونصف يدل على أن العملية الكشفية ما زالت لها ضرورة للوجود في مجتمعنا، لا سيما أن الإخوة في الكشاف الجوال لا يبخلون بمجهودهم على إخوانهم الموجودين في مختلف المناطق بالمغرب. وتعتبر الكشفية حركة تربوية تطوعية تساهم في تربية وتنمية الشباب لتحقيق أقصى ارتقاء بقدراتهم الروحية والعقلية والاجتماعية كأفراد ومواطنين مسؤولين في مجتمعاتهم.